اسألك كام سؤال وردي من غير ما تفكري. عايزة شقة كبيرة لما تتجوزي ولا شقة صغيرة؟ شقة صغيرة. اشمعنى صغيرة؟ كبيرة ملهاش لازمة. طيب عايزة فرح كبير مبهرج ب500,000 جنيه ولا عايزة فرح بسيط في عيلتك وصحابك؟ لا مش عايزة فرح أصلا. مش عايزة فرح أصلا ولا حتى فرح صغير في عيلتك وصحابك؟ حاجة صغيرة أوي، مش فرح يعني، أوتنج. أوتنج؟ ميسي. بتحبي الذهب؟ لا. بتحبي ايه؟ الموز. الموز. بتحبي ما تلبيش الذهب خالص؟ لا، ممكن الذهب الابيض. طيب بتحبي الميك اب ولا الشكل الطبيعي، يعني ميك اب خفيف؟ ميك اب خفيف. طب بتعملي ايه في الشغل وانت المفروض ان انتوا تحطوا ميك اب؟ ما بضطر ان انا احط ميك اب، بس اخف حاجة اللي ممكن احطها. ماشي، شكرا يا ادم. يا صباح الفل. التسجيل اللي سمعته في اول الفيديو ده صوت بنتي الكبيره، وحبيت قبل ما اعمل الفيديو ده ان انا اديكم لمحه صغيره عن شخصيتها. طبعا ده مش هيبين شخصيتها عامله ازاي، بس حبيت اديكم فكره صغيره. الفيديو النهارده كان لازم يتعمل لاني لما نزلت الفيديو بتاع امبارح عن مفروشات العروسه قلت ان انا معظم الحاجات دي مش هجيبها لبنتي، مش عجباني، مش ذوقي، فكان لازم اوضح انا ان شاء الله لما ربنا يكرم بنتي ويجي لها نصيبها هجهزها بايه. حاجات بسيطه قوي حبيت اقول لكم الحاجات اللي المفروض تجيبوها. طبعا كل واحد ليه ذوقه. عايز اقول لكم ان انا الحاجات اللي هجيبها هي اللي قدامكم دي في المفروشات، يعني هحط لكم هجيب ايه لاوضه النوم الماستر بيت، اوضه النوم الرئيسيه، واوضه الاطفال. الحاجات اللي قدامكم دي حاجات بسيطه جدا، ومش هجيب حاجات كتير مع اني اقدر اجيب لها محل مفروشات كامل. وطبعا مش بخل لان انا بنتي دي متربيه على الغالي، انا بنتي دي موديها مدرسه انترناشونال من وهي طفله، من KG1 بدفع لها بالدولار. ففعلا الفيديو ده هدفه المصلحه العامه، لا هدفه ان انا اتباهى ولا هدفه ان انا اطلع اقول لك ما تشتريش في حين ان انا هشتري. انا طالعه اديكي نصيحه بديها لكل عروسه جديده او كل ام ممكن تحط على نفسها عيب ان هي لازم تجيب حاجات كتير وفي الاخر هي مش محتاجاها. وفعلا الفيديو ده انا نفسي ان هو تفكروا فيه شوية بعقل اكتر منه بعاطفة. فنبتدي مع بعض ونشوف انتي محتاجة ايه كعروسة او مامة عروسة تجيبيها. اول حاجة هبتدي بيها هي الاوضة الرئيسية اللي هي اوضة النوم بتاعتك بتاعت العروسة. اول حاجة هنجيب كفر للمرتبة. كفر المرتبة ده مهم جدا لان كفر المرتبة هو اللي بيحميلي المرتبة. احنا ممكن نجيب المرتبة تعيش معانا عمر، خصوصا المرتبة الجديدة خلاص اللي هي كلها سوست، ما بقاش حد بيعمل قطن. فمهم جدا ان احنا نجيب له كفر، والكفر ده يبقى ووتر بروف ونجيبه نوعية كويسة. بعد كده هنجيب 4 ملايات سادة بأستك، 4 بس، ويكونوا سادة بأستك. سادة ليه؟ لان بعد كده احنا هنحط النقشة في المفارش، فسادة راحة نفسية، مفيش شغل، مفيش تطريز، مفيش بهرجة. بعد كده هنجيب 8 تربيعات اللي هي الخداديات. وخلي بالك انا ما جبتش اطقم لان معظم الاطقم بتبقى مطرزة، فلو لقيتي اطقم سادة بصي انا بقولك على اللي انا هجيبه لبنتي وخدي منه المناسب ليكي، بس انا هقولك ان هو ده ذوقنا. فهجيب 8 تربيعات و4 اكياس مخدات. ال4 ملايات السادة اللي بأستك معاهم ال8 تربيعات وال4 اكياس مخدات، دول ملايات السرير بالتربيعات. التربيعات اللي هي الغطا بتاع الخدادية، بيقولوا عليه التلبيسة بتاعة الخدادية، و4 اكياس مخدات، دول غيارات الملايات للسرير الكبير. بعد كده هجيب 2 مفرش للسرير، والمفرش هيبقى 3 قطع لان المفارش اللي موجودة 6 قطع و7 قطع وحاجات ملهاش لازمة، تعمل لي كركبة
تعمل لي زحمة وفي الآخر أنت مش هتستخدميهم. فاحنا هنجيب اتنين مفرش والاتنين مفرش هيستخدموا. ليه هيستخدموا؟ لأن احنا دايما لما نغير ملاية السرير لازم نغير مفرش السرير معاها، دي حاجة أساسية. فلما احنا بنغير ملاية السرير بنغير المفرش، وهنستخدم مفرشين، هنجيب لها مفرشين، هنجيب للعروسة مفرشين. المفرشين هيكونوا بساط وجمال وألوانهم رقيقة وهادية، فيهم نقشة بسيطة ما فيهاش تطريز، بيعتبرهم زي الكوفرتا، يعني هيتعاملوا معاملة الكوفرتا بس بيدوا مظهر شيك للسرير. هجيب لحاف واحد، مش 10 تلحفة، مش 3 تلحفة، مش لحافين، هجيب لحاف واحد. واللحاف هيبقى لونه فاتح. ليه لونه فاتح؟ لاني بعد كده هجيب له 2 كفر للحاف. كفر اللحاف كمان بيتغير بشكل دوري، مرة في الاسبوع بنغيره لما بنيجي نغير الملايات. فاتنين كفر للحاف، عشان نشيل الكفر اللحاف عندنا يفضل سليم نضيف زي الفل، وبنشيل الكفر نغسله. فاضل عندي هجيب واحدة كوفرتا، واحدة بس. والكوفرتا دي يعني يفضل لو حابة ان يبقى معاها 2 ترباتين او 2 اكياس مخدات، لان هي بتبقى بمثابة زي مفرش للسرير. هنجيب طبعا حاجات هادية وبسيطة. الكوفرتا هنجيب معاها 2 ملاية سادة. 2 ملاية دي مش بأستك، الملاية دي بتتحط تحت الكوفرتا، لان لما بنيجي برضو نغير الملايات لو احنا مش فرشين مفرش هنفرش الكوفرتا بيبقى تحتها دايما ملاية. فهجيب 2 ملاية لونهم هادي خالص، مفهومش اي نقشة، عشان يبقوا تحت الكوفرتا، فدايما ما تبقاش الكوفرتا ملامسة لجسمنا فنبقى مضطرين نغسلها. لان احنا لازم الحاجات اللي بتلمس جسمنا نتعامل معاها زي ما بنتعامل مع الملاية بتاعت السرير. بنشيل ملاية السرير بنغيرها، فلازم نشيل حاجات تانية نغيرها، لان الحاجات دي بصرف النظر عن موضوع النظافة دي طاقة سلبية. اي حاجة مش نظيفة هي طاقة سلبية حتى لو انت شايفاها نظيفة. فمش منطقي ان احنا يبقى بنغير ملاية السرير وبعد ذلك نسيب الكوفرتا من السنة للسنة، او من الست شهور للست شهور، او من الشهر للشهر. لا، دايما عندي ملاية فرشاها تحت الكوفرتا، بتعتبر لما بتيجي تتغطي بيهم بتبقى حاجة واحدة مع بعض. نيجي بقى للفوط كده، انا فرش السرير خلاص مفيش اكتر من كده. نيجي للفوط، لو انتي عندك جوه قط النوم حمام ماستر، يعني قط النوم فيها حمام خاص بيها، فهنجيب لها 6 فوط كبيره، 6 فوط صغيره للايد، و6 فوط وش. هنجيب 2 بشكير و2 بورنوس وخلاص. الكلام ده لو الحمام جوه قط النوم. لو الحمام ده الحمام الرئيسي بتاع الشقه هنجيب برضو الحاجات دي بس. اي حمام زيادة في الشقة، يعني اي في شقة في حمامين 3 4، اي حمام زيادة في الشقة هنجيب له كل حمام 6 فوط صغيرة للايد و6 فوط للوش. هي الفكرة ان دي الحاجة اللي هيحتاجها الحمام. نيجي بقى بعد كده لأوض الاطفال. اوض الاطفال انا هتعامل مع اوضه الاطفال، لان معظم الاوض بتبقى فيها سريرين. فانا الحاجه اللي هنا هقولها لك بتاعت سريرين لاوضه نوم الاطفال، يعني اللي هنعتبر ان اوضه نوم الاطفال اللي عندنا بسريرين. لو هي بسرير واحد هنجيب نص الحاجات دي. هنجيب 2 كفر للمرتبه، لان طبعا مرتبتين سريرين بمرتبتين هنجيب لهم 2 كفر. هنجيب 4 ملايات باستك، هنجيب 4 تربيعات اللي هي الاكياس الخداديات، هنجيب منها 4، وهنجيب 2 كوفرتا، وهنجيب 4 ملايه للكوفرتا، هنجيب 2 لحاف، وبرده الوانهم ساده وفاتحه خالص او فاتحه خالص ونقشتهم خفيفه، لان احنا هنجيب 4 كفر للحاف، لان ده اللي بيتغير الكفر بتاع اللحاف. وهجيب 2 بطانيه بس. فوق انا نسيت اقول لكم كمان ان احنا بنجيب بطانيه واحده، ما بنجيبش اكتر من بطانيه، هي بطانيه واحده. نظام بقى 10 بطاطين و20 بطانيه، لا
نجيب بطانية واحدة كبيرة وبطانيتين صغيرين لغرفة الأطفال، أو بطانية واحدة لغرفة الأطفال لو الغرفة بسرير واحد. وهو ده بس اللي إن شاء الله ناوية أجيبه لبنتي في الجهاز. أنا أقدر أجيب لها قد ده 20-30-40 مرة، بس أنا مش هجيب، ما هواش بخل، لأني طبعا بنتي أديها عيوني. بس ده أسلوب حياة، اني انا ما بحبش الكركبة، وان بنتي تربيتي فطلعة زيي بتحب الحاجات البسيطة، بتحب ما بتحبش الكركبة، ومش عايزة ادخلها بكركبة ويبقى حاجات هي مش هتستخدمها. وزي ما انتوا شفتوا قد ايه بنتي بسيطة وتفكيرها راقي في اول الفيديو. انا حابة لما عملت القناة دي ان اوصل فكري لناس كتير. نيجي بقى الموضوع الدربية، انا مش هجيب لبنتي دربية، اكيد العقلية اللي مش عايزة تعمل فرح مش هنيمها على دربية، بصرف النظر ان هي كمان ممكن متبقاش عارفة يعني ايه الدربية. انا ما بحبش الدربية، شايفة ان هي ملهاش لازمة، شايفة ان هي طاقة سلبية في البيت، لان مش هتستخدميها، هتركنيها في الدولاب. اي حاجة مركونة في البيت عندك مش بتستخدم هي طاقة سلبية. ممكن لما تحسي ان انت مخنوقة او طاقتك رايحة او ما فيكيش حيل تعملي حاجة، دوري على الطاقة السلبية او مصدر الطاقة السلبية في حياتك. احيانا كتير بتبقى الكركبة حتى لو عينينا مش شايفاها بتبقى مصدر للطاقة السلبية. يا رب تكون فكرتي وضحت والفيديو يكون مفيد وعجبكم، واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله.